انطلقت الصيفية وبدأ محبو المسابح يتوافدون لإله، فالموسم يلي قلع مأخر بسبب العوامل الطبيعية بياخد المواطن عنه فكرة إنه غالي ومش للكل، فما حقيقة هيدا الكلام. بحديث للأو تي في كشف نائب أصحاب المجمعات السياحية جون بيروتي إنه أسعار الدخول للمسابح بتتراوح ما بين 5 دولار لـ 40 دولار، ولربما أكثر ببعض الأماكن، والكلام عن إنه المسابح كتير غالية مش دقيق، فبعض المسابح أسعارها جدا مقبول بالنسبة للي عم بتقدمه. وهو ما بتأكدوا جولة سريعة أم بيا فريق عمل الأو تي في، حيث إنه بعض المسابح بتبلغ كلفة الدخول لإلها 10 دولار وأخرى 30 دولار. هلا بالنسبة للمسابح والأسعار فعلا في إشاعات شوي زايدة عن اللزوم، لأنه مش مزبوط إنه كل المسابح غالية. فيك اليوم تنزل الدخولية اليوم ب 12 دولار بالويك اند و 10 دولار خلال الأسبوع، مسابح وحمامات ولايف جاردز وكله، وهذا سعر كتير أكسسيبل لواحد يقدر ينزل يسبح. الزبون اللي بحب يدفع أغلى من هيك في عنده أكسي يوصل على 30 و 40 دولار، بس في مسابح كتير مرتبة اليوم أسعارها كتير أتشيفبل تيوصل للواحد. متوقعين يكون موسم جيد على السياحة على مستوى السياحة الداخلية والبحرية، على أمل إنه ما يصير في خضة بالبلد. طبعا هذا مرتبط بالأمن اللي نحن بنتمنى إنه يضل مستتب. يعني الشعب اللبناني بطبعه بحب الحياة، فكيف بينظر لواقع المسابح والأجواء مع إقلاع الموسم؟ لا، في مسابح بتقدر عم تروح عليها، في أسعار حلوة، في أجواء حلوة صيفية حلوة مبلشة يعني، وهيدا لبنان. لازم تكون أفضل شوي، بس المشكلة إذا رخصوا الأسعار ما بيقدروا يقوموا بالواجب مثل ما لازم. هيدي هي، كل شيء بيلحق بعضه. يا اخي هذا الشيء مش مزبوط. عم تدفع 20 دولار او 30 دولار تاخذ تاكل تقضي جورني، ما بتحط بنزين، ما بتحط شيء، كله تمام، ليك الاجواء كيفيه والعانه بالشقايل. الموضوع اللي بتعلق بالحاره، ليك اللبنانيه شو ما قطع عليه، اللبناني شو ما قطع عليه، بدنا ننبسط، بدنا نطلع نظهر نسهر لو شو ما صار. نحن ما هذا الشيء ما رح يوقف عنا، هذا الشيء بدمنا. اللبناني بيتأثر لفترة، بيرجع آخر شيء بيوقف وبيقوم. يعني هذا اللبناني تعودنا عليه من جيلنا نحن الشباب لجيل أهلنا أيام الحرب، دائما هيك بيتأثر فترة بيرجع بيقوم بيوقف بيكفي. سؤال هو صراحة مش للناس، الناس بدها تتكيف، بدها تضطر إنها تتكيف بالشكل اللي فيه عليه، بتقدر عليه بالأحرى. بس السؤال بيتوجه على المسؤولين عن هالناس، عم بيديروا شؤونهم، عم بيقوموا بالواجب تبعهم، واعيين لهالشيء، عايشين باوجاع العالم، بيعرفوا انه البحر هي ملك الكل. شو عم بيعملوا اجراءات، شو عم بياخذوا، شو في خطط لهم؟ يعني موضوع كتير عميق. لا، اللبناني موجوع بدون اي شك، وموجوع كتير كمان، واذا كان عم بتشوفه قاعد على البسين مش معناتها انه موجوع. ما فيك تعرف شو في عند الناس، بس المعرفة أكيد أنه ما في حدا داير باله على الناس. إذن أسعار متفاوتة للمسابح أمام انقسام قدرة اللبناني، لكن الأكيد أنه مهما بلغت الكلفة فإن محبي السباحة لن يتخلوا عن ممارستها والاستمتاع بأشعة الشمس، لكن بيبقى الأهم هو تنظيف الشواطئ العمومية بعد كل ما أصابها من أضرار جراء رمي النفايات بالبحر.